الموضوع بات أبعد إلى التحقيق. في البداية يجب أن نذكر أن هذه التقديرات أو التقييمات أو الدعوات هي صادرة عن الجهات المهنية في إسرائيل، والجهات المهنية ليست في النهاية من يتخذ القرار النهائي. الجيش يخشى في حال استمر الوضع والأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلى انهيار الاقتصاد في غزة، وبالتالي فإن ذلك يعني سيجعل حماس غير قادرة على الإيفاء بما تتوقعه إسرائيل منها بمنع إطلاق الصواريخ واستهداف التجمعات السكنية والعسكرية الإسرائيلية. في النهاية المتغير ومن سيتخذ هذا القرار هو المستوى السياسي. المستوى السياسي ينظر إلى الأمر ببعدين، هناك بعد اقتصادي. في حال تم بناء هذا الميناء فإنه في المقام الأول سيكون انتصار لهدف طالبت به كتائب عز الدين القسام من الحرب الأخيرة، وبذلك يظهر نتنياهو أصلا في مظهر المهزوم والمستجيب لضغوطات عسكرية. الأمر الآخر، إقامة الميناء هي خسارة اقتصادية. كل يوم يعني الميزان الاقتصادي، ميزان التبادل الاقتصادي بين إسرائيل والقطاع ميزان ضخم جدا. هناك لوبي كبير من رجال الأعمال المستفيدين من دخول البضائع ويعني عبر إسرائيل وشركات الاستيراد والتصدير، ويعني حتى وزير المالية في إسرائيل يرفض ذلك. إذن متخذي على صعيد متخذي القرار، من ينظرون في النهاية من سيقررون، هناك اعتبارات تختلف عن اعتبارات العسكريين في إسرائيل.